12 شهر أو 365 يوم أو ساعات ودقائق، أو جميعنا نركض خلف أمور زائلة، الطعام والشراب والملذات والعمل من أجل لقمة العيش، وكذلك هموم الدنيا والصراعات والمشاكل والطموح والآمال، والقائمة تطول. ورب العالمين يمهل ويسامح ويعفو وينتظرك حتى تحن إليه. أعطاك شهر هو أفضل عند الله من باقي الشهور. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. وبين لك الأجر يكون فيه أيضا مضاعف. مثلا نسمع في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أدى فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة في سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة عليه ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. وأعطاك أيضا ليلة هي خير من 1000 شهر، وأخفاها وصارت ليالي حتى يمنحك فرصة أكبر. يمد يده لك لعلك تلتفت له، يتودد لك، يريد نجاتك، وبتعبير غاية في الروعة في دعاء الافتتاح: إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. إي نعم، هذا حالنا، حال الجاهل، وكلما زاد جهل الإنسان وقع في الجحود أكثر. كلنا تعلمنا في المدارس ونحن صغار حديث الرسول صلى الله عليه وآله: العلم نور والجهل ظلام. يعني كيف ظلام؟ ما سبب هذا التشبيه؟ تخيل وأنت تسير في مكان مظلم، ممكن تقع في حفرة، ممكن يلدغك عقرب، وممكن تضل عن الطريق أو تبقى تائه. هذا التشبيه عن الجهل، ولو عكسناه على واقعنا ممكن تسقط في شباك إبليس وحفر الفتن، أو ممكن تسير مع الناس الخطأ فتجد نفسك بيوم من الأيام مغدور بشيء ما، أو ممكن تظن نفسك إنك ماشي الصح ولكن تكتشف بعد فترة إنك تائه، أو لا سمح الله تنحرف عن الحق. هكذا هو حال الدنيا، لأن الجهل يظلم نفس وفكر ابن آدم، وقد يصل الأمر بالإنسان أن يسل سيفه على الصالحين أو حتى على إمام زمانه، كما فعل ابن ملجم من أجل الدنيا وبسبب ظلام الجهل الذي كان مترسخا في عقله. ما عرف إمام زمانه حقه، بالتالي قتل إمامه وأدمى قلوب المؤمنين بفقد الأمير أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا الرجل الذي أفنى عمره بطاعة الله تعالى، هذا الرجل الذي ما أنصفه التاريخ، حتى وإن كتبت موسوعات في فضائله، حتى وإن قتل في محراب الصلاة صابرا وكتب ذلك في الكتب بالدم، لا يوفى حقه. فسلام عليه يوم ولد، ويوم استشهد، ويوم يبعث حيا. وتمر علينا الليلة الأولى من ليالي القدر المباركة، وهي حقيقة فرصة ثمينة يجب اغتنامها بالتوجه إلى الله تعالى بقلوب صادقة، بقلوب صادقة خالية من اليأس من رحمة الله. الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لا ننسى الدعاء لفرج مولانا صاحب العصر والزمان عليه السلام، لأن فرج مولانا هو فرج في الحقيقة. فرج مولانا يعني قيام دولة الحق، دولة لا يظلم بها أحد من الناس.
وأسأل الله بحق أمير المؤمنين عليه السلام أن يوفقنا لإحياء هذه الليلة المباركة. يقول مولانا الصادق عليه السلام: التقدير في ليلة 19، والإبرام في ليلة 21، والإمضاء في ليلة 23. حدد مسارك من اليوم.